يوم جايبكم شاحنة طبعًا أنا أجيب ماركات شيء طبعًا هو حسب سعره شيء غالي شيء رخيص شوي نومنا شوي شوي بصراحة بصراحة كل شيء وسعره. يوم جبت لكم شاحنة من شركة مكدودو طبعًا سنة الحلو بيها تنطي 33 واط مثل ما مكتوب هنا 33 واط بيها لون الأبيض ولون الأسود. الحلو بيها طبعًا بيها منفذ واحد اللي هو شحن تايب سي. الحلو بيها انه تعرف انه ايش قد جهازك يريد. مثلا جهازك 11 تاخذ ياخذ 18 واط تعطيه 18 واط. جهازك خلينا نقول كمثال 12 و13 و14 برو ماكس وهاي الاجيال تنطي مثلا 20 واط. جهازك مثلا سامسونج لان هي يجي منفذها طبعا بهذا الشكل يجي منفذها طبعا شغله كلش حلو مرتب يجي منفذها تايب سي تنطي حسب الجهاز اللي يريده. مثلا منفذ تايب سي بتايب سي شنو السامسونج ايش قد يريد بس حدها 33 ما تعبر 33 واذا جهازك 35 راح تقول اعطيك 33 هذه السعر 20000 دينار. اي استفسار او حجز راسلنا على واتساب وتدلون. انت حياتي لكم انا اخوكم حسين اتشاندج.